السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مثال بسيط جدا موجود في الكود المصري. المثال ده بيبقى في جزء اللي هو الجزء الخاص بتقدير الأحمال. طبعا ياما شرحنا تقدير الأحمال قبل كده من خلال الكود المصري اللي بيعتمد على المساحة، إن أنا المفروض إن أنا ببقى عارف مساحة المنشأة، ببقى عارف القدرة التصميمية اللي هي الفولت أمبير لكل متر مربع، فأقدر أضرب مساحة المنشأة ومساحة الدور في الفولت أمبير لكل متر مربع، أقدر أجيب التوتال كونكتد لود، وبعد كده بكل بساطة بضرب في دايفيرست فاكتور اللي هو معامل التباين اللي هو بيختلف على حسب نوع المنشأة ونوع المبنى، بعد كده أقدر أجيب التوتال ديماند لود وأقدر أحدد الأحمال بتاعة المشروع بتاعي، وبناء عليه أقدر احسب او احدد نوع المبنى من حيث القدرة، سواء كان مبنى محدود او مبنى متوسط او مبنى كبير او مبنى مركزي او مبنى عام. بناء عليه اقدر احدد التكاليف او اقدر احدد المقايسة للمنشأة، اقدر احدد لو انا محتاج محول الريتنج للمحول، اقدر احدد عدد المحولات، اقدر اعمل التراخيص وكل الكلام ده. طبعا انا جايب برضو مثال بسيط جدا من الكود المصري بيوضح تقدير الأحمال بكل شياكة وبكل بساطة. طبعا تعالوا نبص مع بعض على الكود المصري. تعالوا بقى نبص مع بعض على الكود المصري ونشوف مثال بسيط جدا لفيلا سكنية فيها بعض الأحمال، عايز أبدأ أحل وأحسب الحمل الكلي ليها. طبعا هندخل الكود المصري، والكود المصري يمكن انا انزله على الجروب مع الفيديو ده. طبعا ده مثال رقم 4، لو طلعنا فوق شوية كده هتلاقي ده الفصل الخاص بتقدير الأحمال من خلال الكود المصري اللي هو صفحة يعني بدايته كده، اللي هو هتلاقي 79 او اقل من كده، هتلاقي كاتب لك هنا تقدير الاحمال بالنسبة لكود المصر، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. هتلاقي فيه على حسب المنطقة بقى بتاعتك انت بتبدأ تحدد الاحمال، وبتختلف من شركة للتانية او من مكان للتاني. طبعا فيها امثلة تطبيقية على موضوع اللود استيميشن. طبعا احنا ندور على مثال مثلا بسيط، وليكن مثال رقم 4 ده الدليل الإرشادي لتطبيق الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني. طبعا ده المجلد الأول أعمال التصميم شابتر 3 أو الباب الثالث. المثال اللي هو رقم 4 بيقول إيه؟ بيقول لي عندي فيلا اللي هي وحدة سكنية خاصة فيلا، مطلوب تحديد الحمل الكلي أو الحمل الكهربائي لها، وهي تحتوي على الآتي: رقم 1 عدد من مخارج الإنارة بإجمالي 15 كيلو وات أو 15,000 وات. طبعا يعني المثال ده مجرد إن احنا بنحل حاجة أو بنجمع الأحمال، ولكن هو مديك الحمل الكلي لأحمال الإنارة 15 كيلو وات. ال 15 كيلو وات ده نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا عندي في الفيلا عندي مثلا وليكن كذا دور. طبعا مش معلوم بالنسبة لنا الرسومات المعماري دلوقتي ولا الديزاين بتاع الإضاءة. ال 15 كيلو وات دول نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا عندي كذا دور، مثلا كل دور وزعت فيه مخارج انارة او كشافات، بدأت ان انا اعمل دوائر الانارة، بدأت ان انا احسب الاحمال واحطها في جدول، اشوف دايرة واحد في الانارة كام وات او كام كيلو وات، دايرة 2 كذا ودايرة 3 كذا ودايرة 4 كذا ودايرة 5 كذا، ده للدور الاول، بعد كده الدور الثاني، بعد كده الدور الثالث، فجمعت التوتال كونكتد لود للاحمال دي لقيتها 15 كيلو وات بكل بساطه. طبعا كاتب لي بعد كده عدد او مآخذ كهربيه، مآخذ كهربيه المقصود بيها البرايز ساعه 2 امبير، يعني البريزه الواحده الساعه بتاعتها 2 امبير، تمام، بعدد 30 دايره. يبقى مآخذ كهربيه ساعه 2 امبير بعدد 30 دايره، وكل دايره تحتوي على 6 مآخذ. يبقى انا دلوقتي عندي 30 دايره سوكت في الفيلا دي، كل دايره حاطين فيها 6 مخارج او 6 برايز في الدايره الواحده، وسعه الواحده 2 امبير، احنا عايزين نحسب الحمل الكهربي ليها.
طبعا بعد كده رقم 3 عندي أجهزة كهربية. الأجهزة الكهربية دي عبارة عن باب جراج يعمل بموتور 1.2 حصان، جهاز ألعاب رياضية بقدرة 1400 واط، عدد 7 أجهزة تكييف، عندي 7 أجهزة تكييف في الفيلا، عدد 7 دول متقسمين 2 بقدرة 3.5 حصان اللي هو تقريبا 2.6 كيلو وات، لأن أنا بضرب الحصان في 746 من 1000 فيديني تقريبا 2.6 كيلو وات. 3 أجهزة تكييف بقدرة 2.5 حصان، يبقى 2.5 حصان برضو بضربها في 746 هيديني تقريبا 1.9 كيلو وات. عندي 2 بقدرة 2 حصان اللي هو 1.5 كيلو وات. طبعا بعد كده عندي أجهزة طهي اللي هو رقم 4، جهاز طهي رئيسي كهربائي بقدرة 6 كيلو وات، وعدد 2 جهاز طهي كهربائي فرعي قدرة 2 كيلو وات، يعني الجهاز الواحد 2 كيلو وات، تمام. 1 جهاز تسخين كهربي، سخان كهربي بقدرة 1200 واط، دي أجهزة الطهي. طبعا بعد كده عندي طلمبات تعمل بموتور كهربي، طلمبة ضخ مياه بقدرة 1.6 كيلو وات، وطلمبة ري الحدائق بقدرة 2.8 كيلو وات، وطلمبة كسح بالبدروم بقدرة 6 كيلو وات. طبعا بعد كده عندي السخانات وما يماثلها، عندي 2 سخان من النوع الذي يعمل مستمرا بسعة 3 كيلو وات، ده سخان شغال 24 ساعة بقدرة كام؟ 3 كيلو وات. عدد سخان من النوع الذي يعمل مستمرا بسعة 2 كيلو وات. عندي سخان كمان، سخان لحظي، لحظي يعني بيشتغل مؤقتا أو في أوقات معينة، عدد 1 سخان لحظي بسعة كيلو وات 6 كيلو وات، وبرضو ده جهاز سخان برضو لحظي للتسخين لجهاز الجاكوزي بسعة 5 كيلو وات، وجهاز سخان للتسخين بغرفة الساونا بسعة 4 كيلو وات. يبقى دي الأحمال بتاعة المشروع. طبعا دي الأحمال زي ما شفنا مع بعض، عندي إنارة، عندي برايز، عندي أجهزة كهربية، أجهزة كهربية اللي هو باب جراج بيعمل بموتور، وجهاز ألعاب رياضية، وعندي 7 تكييفات اللي هو تكييفين 3.5 حصان وتلاتة ب2.5 حصان واتنين بقدرة 2 حصان، وعندي أجهزة طهي، جهاز طهي رئيسي بقدرة 6 كيلو وات، جهاز أو 2 جهاز طهي فرع 2 كيلو وات، وواحد جهاز قدرة 1200 واط، وعندي طلمبات تعمل بموتور كهربي ضخ مية وري حدائق وكسح بدروم، سخانات كهربية 2 سخان بيشتغل بشكل مستمر، وسخان برضو بيعمل بشكل مستمر بس الأول 3 وده 2. طبعا في سخانات لحظية، 1 6 كيلو وات، واحد للجاكوزي 5 كيلو وات، وواحد لغرفة الساونا 4 كيلو وات. طبعا علشان نحسب بقى الحمل الكلي هنيجي على بالنسبة رقم 1 للإنارة، عدد من مخارج الإنارة بإجمالي 15 كيلو وات، ده طبعا الكونكتد لود، يعني ال 15 كيلو وات دول الكونكتد لود. انا افترضت ان جميع الاضاءه بتاعه الفيلا دي بتبقى شغاله 24 ساعه، وده طبعا مستحيل، ولكن علشان نقدر نحسب الحمل الكهربي بشكل سليم جدا لازم نضرب الكونكتد لود في حاجه اسمها ديماند فاكتور او معامل الطلب، وطبعا بعد كده بقدر اجيب التوتال ديماند لود لاحمال الاناره. يبقى التوتال ديماند لود هيساوي التوتال كونكتد لود اللي هو 15 كيلو وات في الديماند فاكتور اللي هو معامل الطلب. طبعا معامل الطلب ده انا بجيبه من خلال الكود المصري، برضو جداول موجوده في الكود المصري، وبرضو بترجع لفكر المصمم، او معامل الطلب ده ما بيبقاش ارقام ثابته، يعني مش تقدر تحددها بالظبط، ولكن الكود حاطط شويه قواعد كده تقدر من خلالها تطبق معامل الطلب. طبعا احنا لو رجعنا فوق كده، طلعنا فوق شوية، هلاقي في عندي جداول، من ضمن الجداول هتلاقي جداول معامل الطلب، وليكن ده حالات السماح باستخدام معامل التباين. اظن ان مش مقصود بيه معامل التباين، هو معامل الطلب لتحديد التيار التصميمي للدوائر في المباني. معامل التباين اظن ان هو مقصود بيه الدايفيرست فاكتور، ولكن الجدول ده خاص بمعامل الطلب. طبعا كاتب لك هنا نوع الحمل، وكاتب لك هنا
عمارات تتكون من عدة وحدات سكنية، عمارات عادية، وحدة سكنية أو وحدات سكنية خاصة زي الفيلا اللي احنا شغالين فيها، فنادق صغيرة أو مباني عامة للنوم والمعيشة، عندي مكاتب ومتاجر ومباني عامة وخلاف الورش والمصانع. تمام؟ طبعا نوع الحمل مكتوب أول حاجة عندي الإنارة. الإنارة ده رقم واحد في المثال اللي معانا. كاتب عمارات تتكون من عدة وحدات سكنية، عمارات عندي مثلا 5 أدوار، كل دور فيه شقتين، يبقى العمارة فيها 10 شقق. يبقى لك لما تيجي تحسب الديماند لود بالنسبة لأحمال الإنارة هتضرب 50% من الحمل الكلي. ازاي؟ يعني التوتال كونكتد لود هيساوي 5 من 10 اللي هو 50% في، او التوتال ديماند لود هيساوي التوتال كونكتد لود اللي عندك اللي هو مثلا وليكن 10 كيلو وات، هتضرب في الديماند فاكتور اللي هو 50% في نص، يعني 10 هيبقوا 5 كيلو. التوتال ديماند لود بتاعهم هيبقى كام؟ 5 كيلو. توتال كونكتد لود 10 كيلو وات، توتال ديماند لود هيبقى 5 كيلو وات. وحدات سكنية أو وحدات سكنية خاصة 66% من الحمل الكلي. ده بالظبط زي المثال اللي معانا اللي هو قال لك مخارج الإنارة 15 كيلو وات. إذا دلوقتي الحمل بتاع مخارج الإنارة التوتال ديماند لود هيساوي التوتال كونكتد لود اللي هو 15 كيلو وات في الديماند فاكتور اللي هو 66%، فيطلع لي رقم كذا. طبعا عندي بعد كده فنادق صغيرة أو مباني عامة للنوم والمعيشة، قال لك 75% من الحمل الكلي، يعني الديماند فاكتور 75%. مكاتب ومتاجر طبعا الديماند فاكتور بيعلى شوية، مثلا 9%، 90%، 90% من الحمل الكلي. يعني على سبيل المثال لو التوتال كونكتد لود 10 كيلو وات، يبقى التوتال ديماند لود هيساوي 10 كيلو وات في 9 من 10 يديني 9. خلاص؟ تمام. بعد كده المآخذ الكهربية اللي هي بنسميها البرايز. طبعا احنا خلينا بس في الجزء ده وبعدين انتوا ببصوا في الجدول لما نزل الكود. قال لك لو عندك برايز في الفيلا مآخذ كهربية، قال لك 100% من التيار التصميمي لأكبر مأخذ بالدايرة. يعني بتشوف أكبر مأخذ كام، اللي هو أظن إن أنا فاكر إن المآخذ كانت بسعة 2 أمبير وعددهم 30 دايرة وكل دايرة فيها 6 مآخذ. تمام؟ يعني أظن إن المآخذ كلها متساوي، يبقى 100% من التيار التصميمي لأكبر مأخذ. يبقى أنا عندي 6 مخارج، أول واحد هيبقى 100%، يبقى 100، يبقى هاخد رقم 2 أمبير زائد 40%، يبقى 40 على 100، ماشي، 40% اللي هي 4 من 10 من مجموع التيارات التصميمية لباقي المآخذ. طبعا يبقى 40 على 100، التيار للمأخذ 2، هضرب في الباقي اللي هم 5، مش انا عندي 6، يبقى رقم واحد اهو 6، هم 6 مخارج، 100% من التيار التصميمي لاكبر مأخذ، اكبر مأخذ وليكن 2 أمبير، زائد 40 على 100 اللي هو 4 من 10، ماشي، بضربه بقى في التيار لكل مأخذ اللي هو 2، بضرب بعد كده في ايه؟ في عددهم الباقيين اللي هم 5. تمام؟ طبعا بعد كده أجهزة الكهربية الثابتة خلاف المحركات والسخانات وأجهزة الطهي. قال لك لو عندك أجهزة كهربية ثابتة، قال لك 100% من إجمالي الحمل الكلي لمجموع الأجهزة حتى سعة 10 أمبير، يعني لو الجهاز ده بيسحب تيار لغاية 10 أمبير وأقل ده بتاخده 100%. قال لك بقى لو التيار زاد عن 10 أمبير انت بتضرب في 50%. تمام؟ يعني بتاخد نص الايه الحمل. أجهزة الطهي، أجهزة الطهي لو برضو التيار، لو عندي جهاز طهي بيسحب تيار أقل من 10 أمبير بتاخده كونكتد لود عادي. لو التيار زاد عن 10 أمبير بتضرب في 30 في 3 من 10، يعني زائد 30% من الحمل المقنن الزائد على 10 أمبير. لو جهاز الطهي ده فيه عدد من المخارج ممكن تحسب كل مخرج 5 أمبير زائد 5 أمبير إذا كان يوجد بالجهاز مخرج إضافي. طبعا المحركات الكهربية بخلاف المصاعد 100% من الحمل الكلي الكامل
ده اكبر محرك، يعني اكبر محرك بتاخده كونكتد لود، زائد 0.5% من الحمل الباقي لباقي المحركات. طبعا سخانات كهربائية متقطعة التشغيل، سخان بيشتغل شوية وبطل شوية، 100% من الحمل الاكبر لاكبر سخان، يعني اكبر سخان بتاخده كونكتد لود، واللي بعده على طول اللي هو مثلا عندي سخان 6 كيلو، ده شغال، ده اكبر سخان، اللي بعده 5 كيلو خدته برضو 100% من الحمل الكامل للسخان الذي يلي اكبر سخان. باقي بقى السخانات بتاخدها زائد 25% من الحمل الكامل لباقي السخانات، يعني بتضرب في 25%. السخانات الكهربية مستمرة التشغيل 100% من الحمل الكامل من في جميع الحالات، يعني لو سخان شغال مباشرة شغال 24 ساعة، يبقى إذا أنا لما أجي أحسب الحمل بتاعه باخد في اعتبار الكونكتد لود. تمام، تعالوا نبص بقى على المثال ونكمل. ادي المثال بتاعنا، طبعا كان عندي 6 حاجات. اول حاجة الانارة، 66% من احمال الانارة. انا ممكن افتح لكم الملف ده اهو يا جماعة، ادي بالنسبة للانارة ستة، ودي وحدة سكنية خاصة، المفروض ان هي كام؟ انا عايز اعمل زوم مش عارف. مش مشكلة، المهم ان انتوا شايفين 66% من الحمل الكلي. اذا دلوقتي طبعا المثال ده برضو موجود في كتاب الدكتور جيلاني، وده دلوقتي ده الكود المصري. الإنارة طبعا كانت 15 كيلو وات، ضربتها في 66%، ده الديماند فاكتور، فطلع للحمل 9.9 كيلو وات. بعد كده المآخذ، حمل دايرة المأخذ الكهربي بالأمبير، طبعا كان عندي عندي مأخذ كهربي بساعة 2 أمبير. تمام، وعندي 6 مخارج، يبقى 2 زائد 40% ماشي لباقي المخارج، يعني تاخد اكبر مأخذ ماشي معايا، باخد اكبر تيار، اكبر مأخذ اللي هو 2 أمبير زائد باقي المخارج بتضربها في 40%، يبقى 40 على 100. طبعا تيار المأخذ برضو الباقي للبراز الباقية كان 2 أمبير، في عددهم اللي هو 5 يطلع لي 6 أمبير، يبقى الدائرة الواحدة المفروض 6 أمبير. حمل الدائرة الكهربية بالكيلو وات، طبعا أنا عندي القانون البي بيساوي الفي في الآي في الباور فاكتور. طب أنا عايز أحسب الإيه؟ البي، يبقى البي اللي هو البي يا جماعة بتساوي الفي اللي هو 220 واط في الآي اللي هو 6 أمبير في الباور فاكتور اللي هو 85%، هيطلع لي 1.122 كيلو وات، 1.12 كيلو وات باعتبار معامل القدرة 85%. الرقم ده اختلف على حسب برضو معامل القدرة. طبعا انا كان عندي ده حمل الدايرة الواحدة، وانا كان عندي 30 دايرة، يبقى ضربت 1.122 ضربته في 30، فطلع لي 33.66 كيلو وات. بعد كده عندي أجهزة كهربية، الأجهزة الكهربية طبعا يا جماعة فوق كده، أدي أجهزة كهربية كاتب لي باب جراج يعمل بموتور 1.2 حصان وجهاز ألعاب رياضية بقدرة 1400 واط ماشي، وعدد 7 أجهزة تكييف، 2 بقدرة 3.5 حصان و3 بقدرة 2.5 حصان و2 بقدرة 2 حصان. تمام، 3.5 حصان ده يعني 2.6 كيلو وات، و2.5 حصان يعني 1.9 كيلو وات، و2 حصان يعني 1.5 كيلو وات. تعالوا نشوف الأجهزة الكهربية بيقول ايه. طبعا لو جينا كده نبص على الأجهزة الكهربية اهي، قال لك 100% من إجمالي الحمل الكامل لمجموع الأجهزة الكهربية حتى ساعة 10 أمبير، يعني الأحمال اللي هي بتسحب تيار أقل من 10 أمبير لغاية 10 أمبير يعني، دي بتاخدها كونكتد لود، وباقي الأحمال اللي هي بتزيد عن 10 أمبير بتاخدها 50%. تعالوا نركز كده في المثال بكل شياكة. آدي 1.2 حصان، أظن إن ده بيسحب تيار أقل من 10 أمبير.
مثلا جهاز العاب رياضيه بقدره 1400 واط اظن ان بيسحب تيار اقل برضو من 10 امبير. طيب عندي برضو 1.5 كيلو واط اظن ان بيسحب تيار اقل من 10 امبير. اظن ان جهازين دول ممكن يسحبوا تيار اكبر. طب انا عايز اتاكد من المعلومه دي، اتاكد ازاي؟ انا دلوقتي عندي جهاز اهو زي ما انتم شايفين اللي هو 1400 واط. طب انا عندي قانون القدره اهو، البي بتساوي الفي في الاي في الباور فاكتور، صح؟ طيب الاي هتساوي البي على الفي في الباور فاكتور، تمام يا جماعه؟ يبقى دلوقتي الاي هتساوي البي اللي هي مثلا 1400 واط، معلش خط وحش، على الفي اللي هو الجهد بتاعي اللي هو طبعا ده سنجل فيز 220 فولت في الباور فاكتور وليكن 85%. ماشي يا جماعه؟ انا هحسبها سريعا على الموبايل هشوف هتديني تيار كام تقريبا. هتديني تقريبا 7.48 امبير، هتساوي 7.48 امبير. ماشي، يبقى ده 1400 واط، ده اقل من كام؟ اقل من 10 امبير، يبقى ده بناخده ككونكتد لود. تعال نرجع تاني للمثال بتاعنا اهو، يبقى 1400 واط ده تقريبا اقل من 10 امبير، 1.2 حصان برضو ده بنضربه في 746 من 1000، فده اظن ان هو اقل من 10 امبير. طبعا 1.5 برضو كيلو وات ده تقريبا اقل من 10 امبير، اظن ان 1.9 كيلو وات ده اكتر من تقريبا اكتر من 10 امبير، و2.6 اكبر من 2 كيلو اكبر من 10 امبير. يبقى احنا ناخد اللي اقل من 10 امبير اللي هو 1.2 هنضربه في 746 زائد 1400 واط اللي هو 1.4 كيلو واط، زائد هنضرب 2 في 1.5 كيلو واط، زائد بقى دول كده، دول حسبتهم ككونكتد لود، زائد الباقي 50%، يعني هنضرب 5 في 2.6 كيلو واط في 2 اللي هو العدد بتاعهم، زائد 3 في كام؟ في 1.9 كيلو واط. تعالوا نبص على كده علشان تبقوا فاهمين. أجهزة الكهربية 100% من إجمالي الحمل الكامل لمجموع الأجهزة حتى ساعة 10 أمبير. ماشي؟ اللي هو يعني 10 أمبير ده ممكن اللي هو أقصى حاجة 1.87 كيلو واط، ده بيسحب تيار 10 أمبير. على أساس الباور فاكتور 85% زائد 50% من الحمل الأجهزة التي حملها يزيد عن 10 أمبير. 1.2 ده جهاز، يعني انتوا لما ترجعوا هتبقوا فاهمين. 1.2 ده اللي هو كان اظن باب الجراج حاجة زي كده في 746 علشان احوله للكيلو وات، زائد 1.4 كيلو وات، زائد كان عندي اظن جهازين قدرة الواحد 1.5 كيلو وات، يبقى ضربت 2 في 1.5. الباقي بقى هنضربه في 50%، 50% اللي هو 5، يعني هنفتح قوس، كان عندي جهازين 2.5 او 2.6 كيلو وات، زائد تلات اجهزة 1.9 كيلو وات، فجمعت الاحمال بتاعتي لقيتها تقريبا 10 كيلو وات. اجهزة الطهي لو بصينا على الجدول هيقول لك بالنسبة لاجهزة الطهي 100% من الحمل الكامل للاجهزة حتى 10 امبير، زائد 30% من الحمل المقنن الزائد على 10 امبير. يعني لو في جهاز بيسحب تيار اقل من 10 امبير ده هتاخده ككونكتد لود، اكبر من كده هتاخد 30%. ماشي؟ على سبيل المثال عندي اجهزه طهي، المفروض هنطلع فوق كده نشوف اجهزه الطهي. جهاز طهي رئيسي بقدره 6 كيلو وات، 6 كيلو وات ده اظن بيسحب تيار اكبر من
10 امبير، تمام، يبقى ده ماشي. طب عندي جهازين طهي بقدرة 2 كيلو وات، 2 ده بيسحب تيار اقل من كام؟ اظن اقل من 10 امبير، يبقى 2 هضرب فيه 2 كيلو وات، ماشي، زائد 1 في 1.2 كيلو وات، زائد الباقي بقى هضربه في كام؟ في 30 من 100، يبقى 6 في 3 من 10، اهو نفس الكلام. ادي 2 في 2 زائد 1 و2، ماشي، زائد 3 من 10 في 6، يطلع لي 7 كيلو وات. بعد كده المحركات الكهربية قال لك 100% من الحمل الكامل لأكبر محرك. أكبر محرك بتاخده كونكتد لود، 50% من الحمل لباقي المحركات، تمام. طبعا دلوقتي تعالوا نشوف المحركات الكهربية اللي هي طولمبات تعمل بموتور كهربي. طولمبة ضخ مياه بقدرة 1.6 كيلو وات، أظن إن هي أقل من 10 أمبير. دي المحركات قال لك بتاخد أكبر طولمبة ككونكتد لود اللي هي 2.8، يبقى 2.8 كيلو وات، زائد الباقي هتضربه في كام؟ هتضربه في 50%، يبقى 5 في 1.6 زائد 6. ماشي يا جماعة؟ يبقى أهي، أدي 100 في 2.8 زائد 5 في 1.6 زائد 6، يطلع لي 3.9 كيلو وات. طبعا بعد كده السخانات وما ما يسالها. اول حاجه في سخانات كهربيه متقطعه التشغيل وفي سخانات مستمره التشغيل. لو طلعنا فوق كده هتلاقي بالنسبه للسخانات عدد 2 سخان من النوع الذي يعمل مستمرا بسعه 3 كيلو وات، وبرده من سخان يعمل او سخان من النوع الذي يعمل مستمر بسعه 2 كيلو وات، يبقى ده بيعمل مستمر برده، يبقى عند 2 بيشتغلوا بشكل مستمر، دول هتاخدهم ككونكتد لود. وفي سخانات بتشتغل بشكل لحظي زي 1 سخان 6 كيلو وات، وجهاز سخان جاكوزي 5 كيلو وات، وجهاز سخان للتسخين بغرفة الساونا المفروض ان هو 3 4 كيلو وات، دول لحظي، يبقى في 2 مستمرين و3 لحظي. بالنسبة للسخانات مكتوب كده برضو في الجدول اللي شفناه من شوية، السخانات الكهربية متقطعة التشغيل اللي هو كان عندي 3 أجهزة. بالنسبة للسخانات 100% من الحمل الكامل لأكبر سخان، أكبر سخان كان 6 كيلو وات، زائد 100% من الحمل الكامل للسخان الذي يلي أكبر سخان، أكبر سخان كان 5 كيلو وات اللي هو فوق كده. أكبر سخان يا جماعة اللي هو كان 6 كيلو وات اللي هو متقطع التشغيل، الذي يليه 5 كيلو وات، بعد كده أصغر واحد اللي هو 4 كيلو وات، ده ضربناه في رقم، تمام، اللي هو كام؟ اللي هو 25% في 4، هيطلع لي 12 كيلو وات. السخانات بقى الكهربية مستمرة التشغيل كان عندي سخانين، دول بتاخدهم ككونكتد لود، ما هو شغالين بشكل مستمر، يبقى أنا بحسب الكونكتد لود، يبقى 2 في 3 زائد 2 بيساوي 8 كيلو وات. عشان تبقى فاكر 2 في 3 دي منين؟ يا جماعة، 2 في 3 زائد 1 في 2، تمام. تمام، هنبدأ نجمع الأحمال بتاعتي. تعالوا كده نشوف الإجمالي الأحمال. أدي رقم 1، أدي 9.9 كيلو وات، زائد 6 زائد 33 كيلو وات، زائد 10 كيلو وات، زائد 7 كيلو وات، المحركات الكهربية 3.9 كيلو وات، زائد السخانات المتقطعة التشغيل 12 كيلو وات، زائد سخانات كهربية مستمرة التشغيل 8 كيلو وات. 1 9 و9 2 كذا 3 10 كذا 4 7 كيلو وات 5 كذا، يطلع لي التوتال ديماند لود 85.2 كيلو وات. طبعا ده التوتال ديماند لود، لو انا جمعت الاحمال بقى كونكتد لود هتطلع لي تقريبا 137 كيلو وات. طب انا لو عايز احسب او اقول الديماند فاكتور او الدايفيرست فاكتور كام لمجموع الاحمال دي، ما هو الدايفيرست فاكتور ده معامل بطبقه على كل الاحمال بتاعتي، اناره وباور وكل حاجه وسخانات وموتور. فالدايفيرست فاكتور بيساوي التوتال ديماند لود على التوتال كونكتد لود، فيطلع لي تقريبا 61.87%، تمام. لكن الديماند فاكتور ده معامل الطلب، بيختلف من حمل للتاني وعلى حسب برضو وجهة نظر المصمم. أتمنى المثال ده تكونوا استفدتوا منه.
والمثال ده انا شرحته مخصوص علشان مهندس محمد سمير كان في مقابلة وبعدين تعرض لبعض الأسئلة، وانا سجلت الفيديو ده علشان ابعته له. السلام عليكم.